بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في أثناء السلام ربي في الله برقيس الله سلام المون اللقاء في نليث أمي السماء كما كان مسفعان لوقان إن شاء الله رجع ربي سبيل المخدم اللقان فليون على سفز نفس ربي ناد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كل يوم على حسب فزنس من بعد ناد وتعاونوا على البر والتقوى سوره المائده مع ولد ايضا خطر من دنس من دنس سوى ربي اكمثا الكمال لله المجلس سيرفيس خمسه في ليله تيس خمسه سيدنا ولير ربي في الذكر الذكر كثير بوالد نفا مسلم الإنسان الصيف نسلى ولا ذكر إذكارا كيسلقى إذكارا إنه قاس نقار الإخوان وقال لي تذكيرا احترم في مجالس العزاء مرد رسول الموت تساوي بين عزيزا فين عزيزا ذي الموت فوعى قصيحة قريحة قال مستقبلي في دو الزود تسع والزود تسع تسند من الحضران باش تسيف سلسات خفيفة جلساني المثني الذي في كان تذكير ذرت فكرة الإعداد الحاج سيد محب علي في المسيح أخويا الحق أما التسع أما الويار تصل ساعة في النار ديال العراشة ديال يعني الزين توسل ديال الكلام تذكير ربي سبحانه عز وجل تسوي ديال سلايين ديال الهام أدوان السن وقال لي أدوان السن الحيين يعني إيمونان ذا أتسمك لايين أتسمك نسلموس الآخر باش تبدوني باش تزاكمات باش تدير الخير باش في قلبي المعاني اللي يسمى ديال التذكير دي تذكير باش كان في ميضة ذكراكي يسعى آثار الشرعي الذكر 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 اسم من أسماء القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إذا ربي سمى ياسين القرآن الذكر بل هو أفضل الذكر سيدي ربي يقول سيدات فاذكروني اذكركم اشكروني ولا تكفروا سوره البقره الايه 152 سيدي ربي هنا في القران في سوره الاحزاب الايه 41 ان يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا إذا معنى ذكرك ورد في القرآن ورد في السنة النبوية الشريفة أفضل الذكر لا إله إلا الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر لا إله إلا الله ذلك هي نفاد الجلد نعم لو الجلد أقام لا إله إلا الله أقام لا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله ذا التوحيد والوكيل الساس تدر الاذن ربي ندخل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ويناد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها الى اخر الايات اسم في الدراسه كيف مثلا يجلس في ليليتيس خمسه في الذكر شو المعنى اسم الذكر؟ تعريف الذكر باش نخدم طريقة منهجية. الذكر تعريفه هو التخلص من الغفلة والنسيان. التخلص من الغفلة والنسيان. يعني يوني وضو امشي كل غفلة لا ولفت سيارة ذاكر بين الدليل مشتات. مشتات مع سوري سيارة. بدل من المشتد المعنى اسمه اللي غفلة تعريف صحيح
تعريف جامع مانع التخلص من الغفلة والنسيان. هذا هو الفكر. تلك التعريف معتبر. الغفلة ليش الغفلة؟ أربي القرآن بسورة الأعراف آية 205: ولا تكن من الغافلين. ولي لا نغافل ونسيني لا راه سيدي مشتاق. شتا مثال انبياء من القرص القبيلي الفصحى انبياء اكزومبل التقديم 60 سنه 70 سنه وتزادر وكذب يتشوف امشي يسعى واحد يسمي شهيد يسدى الجنازه مشيت شفات الناس يسدى غسليسيا في الموت خاطر في وضوء غير في وضوء شند خاطرني تمثل قال لي ساعه 80 90 اصلا قالت بان اي الى تصغر وان كان دعوه ما كاين كورا يا حسره الدم ديال الفنجان كلش ضغط وسات الوطن ان شاء الله هو الدوار في الخطيف ولا شي شي ان شاء الله يصير اذا كان معليش ما ليس الاذان ذا سمحتي ما يمكن الشيء في القرويس ذا سمحتي ما يحاس خطر الموت قرب ولا مدب ولكن في قرب الوين حسن اكثر قريبة من المريض اكثر من الموت قريبة من المريض ولا لا لا معليش هذه مذكرات في كذلك وتسمحتين تنذان أتي تشدو سنت سير غفلينس ونقالي في قبيلة أغدي ساوكي ربي سير غفلانا أغدي ساوكي ربي سير غفلانا وشد سيري هذا الغفلين خاطر من وعيه لك 70 80 سنة وكتزلارا أهدو تاع الشرارة ولا ما يسع الشروط أهدو تسو زمارة ولا ما يسمر الله سيدي الغفل والغفلة يزمن تساوي فافيس 20 30 70 80 سنه يموت يروح هذه مثله يخدم يقيع يخدم يدوني فيس ولكن اعوين اعوين اريح ماشي بلا خاف الله غادي وشي ويانا الرحمه في المساعد لقد يدين ربي القران لك ورحمتي وسعت كل شيء ولكن اذا غلطت في احد الاوامر إن أقيموا الصلاة صلوا إن آتوا الزكاة عشرة تكليف إن والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم سورة المعارج الآية 24 25 لحق ربي تشفاها نفوت الجدود إلى غطس الوثن من ميزان الديف لا ينسى الوثن زاز ديال الجنكة اسميس في الشكار اللي النعمة لكن يمكن الحق ربي بالحق جديدا الشفاء في الأحلى لكن ويش جمال اللي باس الخميس إلى قد يضرية السيوة ولا ماشي بس الخميس يجوز المهم فالزيتي والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم شجارة كيما تاع الشجرة كيلي في كاع السباب سيدي ييب ايه العفافي سيدي دوك الميلي الجاي تفتح ليك المعلومة كيلي كي ديال الصغر ماشي قاص السفر حتى ربي لا يزال السويرة السويرة بارك الله فيك صافي هذا الشجرة وكي غفلة الانسان يتخلص منها الى قد يعطي دوكس ان شاء الله وكي النسيان فهمنا الجزء الثاني في التعريف فاتت النسيان تلا كل يوم يدير غير تسوء يزمر يوصل ينسى صلاة المغرب عندها ثلاث ركعات ممكن يسد أربع ركعات عادي خطا يرقع بسجود السواد عليه هذه ركعة تزال فيس السجود التثلث إما إلا يتسوء يزول ركعتين يتسوء يخدمها التحيات يكفي يعني انفصل
فصلت ركبتاه ويداه عن الارض يوليد داير ذلك الباب ليتشو يمكن امشي على الحلم فقبل ذلك فوت صالحيس الاحلام سجود سهو قبلي سجود تفتوث يعني قبل ان يسلم اذا وقعت صليف ان تسويه ولكن تشد النار بين القران في سوره الكهف الايه 24 واذكر ربك اذا نسيت واذكر ربك اذا نسيت الغفله يمشي دينانا ولا تكن من الغافلين وتسيليان سي الغافلين ودينارا ولا تكن من الناسين ودينارا وتسيليان سبي قال الفتسون خاطر ربي الصرا باللي انت فتسون هذا نفهم التعريف ما معنى الذكر؟ الذكر معناه التخلص من الغفلة والنسيان. الغفلة ورد الحديث عنها في القرآن منها قوله تعالى في سورة الأعراف في الآية 5 بعد 200 ولا تكن من الغافلين. أما النسيان ورد أمره في سورة الكهف الآية 24 واذكر ربك إذا نسيت. ثانيا نقطة ثانية أدنوي النصوص الشرعية كثيرة ولكن ما دام الدرس مزيل السيد الدرس مزيل تيديرها بعد العشاء أما كيف تدني ربي تسوارا قبل أن يبدو الدرس ندير الاعتذار مثلا ثورا النصوص التفصيلية منها ربي ناد في سورة البقرة فاذكروني أذكركم هو مليح ربما تقرب مشتيثي يدب لك مشتيثي الله العظيم ما شاء الله هذا وعد الله أدى المشتي ربي أغدي مشتي نذكره سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أذكار ما شاء الله أذكار ما كنت صنوه أكد صنوه والمؤدي ما يستغفر الله الحمد لله هنا يقول في الضحكة الدنيا الحصول لي قال كان استغفر الله الحمد لله استغفر الله الحمد لله يفوت يديه للناس بشكل عام ذلك الأذكار الناس الصريفة ذنوبي وش فرنت إذا تحول الاستغفار اكثر من الاستغفار ان اسنا مقلص الجهه الاول النعم ربي سبحانه في الدنيا طارت من مقلص دار النعمة يفسد النعمة الملكة يفسد النعمة الأجل يتوالي يتمقل سوالم النعمة ورزني الرزق صعب ربي وإن تعدوا نعمة الله لا يعني نمس إن يسفى أكثر من الحمد إجب رأيت ذنوبي كثيرة فأكثرت من الاستغفار ورأيت نعم الله علي كثيرة فأكثرت من حمده وشكره لعلي أكون من الحمد الشاكرين وربنا وقليل من عبادي الشكر ما شاء الله فصلنا الإنسان ويظن يظن ينطر مليح ينطر مليح لكي يتبع في سبيل الله أكني يقرأ استغفر الله الحمد لله الحمد لله بس يا عجل شو في بالك عجل الحمد لله بقرك شو هو لك ظهر شو سينا يحوس ماشي اللي ولا لا يحوس أطاس إن يصير قد ولي وقليل سيو سلجم ولي الحمد لله إلسيو الحمد لله ظهر شو سينا إن ياس
الحمد لله الذي تركني قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. حدا الضوء الحمد لله ربي إذي تقول أثشكرا أكد يلس أثشكرا فلا أحس لا الآية النظر تقول في سورة الأحزاب الآية 41 ربنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لي اذكروا الله ذكرا كثيرا. دينا شويات ماشي ما من طليل الجنازة للشبات أن شهيدك لا إله إلا الله محمد رسول الله سي عفو ربي دخل شبات بدل فري الشباك الزرد من الشبات قال لا لا نذكر الله عند دفء الأموات. نعم الموت من المذكرات مثل اسم الثالث مليح الذي خلق الموت والحياة يبلوكم أيكم أحسن معنا. أمعنى أربع دقائق أذكر الله ذكر كثيرا ذكر كثيرا أذكر ربي سنختم في الدرس إن شاء الله بأنواع ذكر إن شاء الله تعالى وأذكر نماذج. إذا تجي آية صوت الحزاب الآية 41 الآية نظن يعني الآيات كثيرة ذاكر الله كثيرة ذاكرة إلى آخره بلا ما نقول في ذلك النصوص منها حديث قدسي النبي رب سبحانه قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أدق ربي أكلت المطلق لكن نوكا نية رب سبحانه أكلي بلا نقولي بلا روحي سأقولي سأقولي في ولي إلى أنا عند ظني عبدي بي بعد شو هنا فإن ذكرني في نفسي ثورة يمكن قد يفضل في البوليس أربك يفضل أريمانيس وإن ذكرني في ملا أتي بن جاري المذنب ذكرته في ملا خير منهم الملا الأعلى الملائكة الكرام بذر ربي يتخلقي أكيد يقدر دير غورس باش كان تسيدي راس الغافلين. أيضا أحاديث كثيرة آيات كثيرة وأحاديث كثيرة ثورة محطة في ثلاثة ما هي أنواع الذكر؟ الحقيقة لها ثلاثة أنواع عند العلماء المحققين ثلاثة ألف لا شيء ألف ذكر النعماء والآلاء. شو المعنى ليس النعماء والآلاء؟ المعنى ليس المكثي النعم من رب سبحانه باش ندير الحمد لله تشرب الماء تقول لك بسم الله الحمد لله أنا تكسب شياط وجهي وجعلنا من الماء كل شيء تصور بلا شمال فصل لي قول الشمال على سليم ايش يا نعم هذا ذاك الكلام يزرين الم يعان يضر يلحم يفس يخدم الا مخي تخدم قول وريح بسلام يا مغزال يا بلا ما نحركي بلا ما نعمري حتى من الربعي لغم كل شيء مبرمج بروجرامي مبرمج سبحان الله التنفس الحمد لله ويانا من بعد الصلاة اشو سورة النعم ما روحت اتظلمني هضر يحوس لازم يقعد مصلاتك مسكين البيت في القبان اللي خدمك سبحان الله انا غنسين الله ولكني واخد تصفية الدم لموديالز هذيك شي سميت ماشينين الشوك الماء السماشينين الخدمة ديكس البنين ساعتي الزال
في زرخ الدمام تاع اليتيم. اتصفي يومي عشت 90 سنه 100 سنه في الزاليسه خدمت والله العظيم يا مثلا سوالم وعاقة وعوض ما نسفرك لذنب وبلك يا حسن لا حول ولا قوة إلا بالله سير كيري سير نوزد إيه نسعى لك نوزينات في نظر ضرب بيدي خلق نوزينات في نظر لخدم الخير الفلاح الحمد لله بس مش زين شحال يدسو وشحال مغفل سدوه مقل كان والله ما فرق لو نسيت جنبي هيك اللي في ويرت اروح عليه مبنى يعني زياره والسنه كي يروح يزري 100% يروح اسوان الصباح نتاع خبوز دايما مش قريح اش قال لك بلوله لا 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 تقيلو صغندات وعلي بردان وعلي خام وعلي طشور وعلي ثران وعلي ربو وعلي اسيف وعلي كل شيء يوم دير دولة كيفاش يسمح بالدعوة الخير خطر وعلى خلاص دعوة الخير الجامع ادينا في شفاء ربي ربي يسمح لنا وفي سبا ربي وسبا ربي لا جارني وإذا غادي يشفاء ربي قال لك يحسن قال لك يموضع أما لك خام اللي تسبي قرار أنصر كان شو تسوى الزمر فالزمر فمتنزل في السواق فالزمر ونتزوجوا في الاسواق نعم فكنعم من نعم الله علينا الحمد لله ذكر النعمه والالم يعني ما تنسمش في النعم الحقيقه تنسمش يا ربي نذكر الله وهو المنعم بالنظر وذكر النعم أتنسيش لي النعم يغدف يا ربي وإن تعبدوا نعمة الله لا تحصوها أنحمد ربي وانشر الغفلة باش كتبني الحمد لله نسأل الله دوام النعم وتمامها وربي يقول لك شكرت الله عزيزا لكم إذا كان الحمد لله تنسوا النعمة اللي كتبك أتدوم في سنة أتنالي سيدي إذا نوع السيدة ذكر الأوامر والنواهي شو اللي عايز ذكر الأوامر والنواهي؟ أترض القرآن والسنة إلى وين دقت يومك إلى وين دقت هنا أربعين أقيم الصلاة الظهر ذكر ربي إن أتوا الزكاة كيف كيف وأتوا الزكاة يذكر الله لك ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكر ربي اذكر ربي أنا تعصى ويا ربي مهدينا تغضى سواد من تساغى يا ربي نفشر ربي النواهي تغيني في غدينا لنا تربيب الحرام الحرام وتفلسي فلا وخطي وقيل ولكن وأحل الله البيع وحرم الربا سورة البقرة الآية 275 كفوال كفوال سيدة ربي ولا تنابزوا بالألقاب ولا قال الكوف هذا اللي معايرة ولي تعاير وخاطي أما دير قزل أما تسيدوي أما مصي أما مقريف أي مثلا أمر أن النهي يوسى في صورة الحجرات أي 11 من السماء ثقي اسم صورة الأخلاق صورة الحجرات اسم صورة الأخلاق تصرف كاع شحال أخلاق يقدر لنا إما الناس في شكل أوامر وفي شكل نواهي ربي يمرار ينهايا يمرار ينهايا قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت واليوم الأنصار الدين لأن يوم الأخر الدين الأولي هل غادي يستسلم هذا لا بأس في الدور التصيد الآن كان مقارنة بالسنة مقل الميزان ذكر الأوامر والنواهي فكيف نوع السين إلا نوع مستدفع يسعى زاد القرآن ذكر الأسماء والصفات سبحان الله أسماء الله وصفات الله يا أخي قد الأسماء الحسنى
هذه غير سلسة الأسماء الحسنى، خاطر كل اسم يحمل في ذاته صفة أجتمل أم فينا. يلا أديني مثلا الحي، نقول لي أحيا، خلاص سيدي الفرق بين أنت سيدي هذا اللي بين الموتى، ولكن شو ثلاثة يا ربي ذا اسم الحي دليل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي آية 55 من سورة البقرة. إذا صافي لا شو الفرق من كل حي يا ربي حي، الناس خمس كانت الناس الحياة اللي هي حياة النار حياة مؤقتة سيارة ذي مسبرين ذي مسبرين ذي عزابة السلطان سكولاش الشيخ محمد المسلم الناس ولا شفا صحيح قول سعيد نمت أدوق في مديثنا من مين الله أعلم من مين الله أعلم صافي إذن زير الحياة ماشي ماشي إترنال غادي إترنال الحياة الأبدية خاطئ أمتي سعد ربي صافي صفة حقيقية دائما أتدوي ذس نسفا أدمنا القيوم بدل القيوم شو معنى الحي القيوم؟ القيوم معنى يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى غيره ربو بحواجنا ويحواج المؤمنين ويحواج العباد لنا ولا فصائلنا ولا رمضاننا سوى حواجنا نكون خاطئ نكون بشر بالضبط إلى قد تشغل قوت قد صوما إلى قد صعود تزمة ولا شو تبدو لا يمكن إلى قد أكسجين مقوم من مقومات الحياة إلى قد أنان من مقومات الحياة وجعل من كل شيء حي الهواء الماء الغذاء مكلا الكساء الدبسة الدواء الدواء زمان بلا النعم سيدي ربي كثيرة نحواج النعم سيدي ربي إذ نبني لا نقوم إلا بالله أي هذه كلمة ديال كلمة بسم الله هذه بسم الله حتى يعني كل حركة اللي خدم اسم ربي عزيز كل شيء اسم ربي كل شيء أتسكر طوموبيلك بسم الله الناس الحمد لله أنا قريت كيف طوموبيل تزيد تحط في الدار ما فيها طوموبيل يوم نقطة فيلو سيطة سوداء سيفيلوز ما فيها ما شو قد فيها عدد طويل بس أنت مش تاخد لارد مش تاخد كان مش فاهم أسوأ يزني ويا الكوفري ننسى ننسى ولا بعد أسوأ في المغاري من الجنة فما خطر لا ولا ذا فنفيد كذا الدماغي يتروح أديك منظر مثلا مثلا في الشلاء أقضي صار شوف نسيك سودي وعند عندها بس مشتغل كاتني كان اسم زيت أفكر عنه إيه صافي زيادة بس في أسبوع تجي في أسبوع قديس لمن وعن ستيسف غان ستيسف بشي لمبا لمبا كده تشمع فيه كل تشمع فيه حاجة أكبر بليل ولكن كنا نقرب الشمعة وطين بليل يقول شو تاكي وغرك شو تاكي أكل السيوغة دور السيوغة وما سنضي نتيسف اللمبة اللي الغاز سكبوش داجو تدو إثبار الحمد لله سكبسيتي اللي يمكت كما تيزو البلا يعني ولكن لو تتوير سيد الكام ولا غنوزاكي ولا غنب السقرو إلى مفتوير لا ننسى وذكر فإنني لا تفعل مني ما يفعل ساعة ديس ساعة مو إقروا يلا إذن ذكر الأسماء والصفات الله لا يحتاج إلى أحد قيوم الله وحده قيوم الوارث ربي من أسمائه الوارث ولا ذنب إلا الورثة
أكل من ذلك الورث ويورث ذبس والذبس والجدس والجدس نورث سنقرب مثل الورثة لأنك لحد يسوس الورث ويورث صافي في النهاية أنوه الوالد الحقيقي الشيخ محمد قال إنك ثمورث تبديل إمولاك أخلاق المسلاك ثمورث تبديل إمولاك المعنى ليس لو جاتي وطن بعد جاتي دي بولا ويتا جاتي دي وا ألا ما تفدوني ولا تي وطن صلاة الناس أنت دليل ثمدي سورة الحديد الآية 19 الآية العاشرة ربي ند ولله ميراث السماوات والأرض ماشي كان سفر كاملي بودا ثني وفلا تسمو ثني تحدثني ربا دي قار كلش إجنوان في القاعة في المرسينة في الباطنة تيحونا لبولاي فاكتورا وشدة ولكن في الدنيا نورمال سبحان الله العظيم يكون لي سيدي جاب مستأمنون سالك يلا رزاق فلوسي استغليها سدفع فرع عادي اكسب بلا حدود بدل مسي حلال اكسب بلا حدود ادي حقوق الله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سورة الحديث الآية السابعة هكذا النفقة في من في عيالي في مولى صدق صدق سفر الزكاة آية سورة المعارج قبل الآيتين 24 25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحرام سعد 400 مليون يعني فلس وسكواسي الزيت شوف 10 مليون في قال ماشي هيك اي تقيم فيها 390 مليون خاطر 400 مليون مضروبة في 2.5 المجموع على 100 يعني 100 ألف دينار يعني 10 مليون ماشي هناك حذاري في كيفن اي مقفل كبيرا اي تقريبا 390 الحلال هناك سعر 100 مليون سوف 20 مليون سعر 100 مليون سوف 50 مليون بالنص سعر 200 مليون سوف 50 مليون كل شيء مضبوط سعر دمنا ديس جار ديو غمان دسيت كل شيء كل شيء لا كل شيء محسوب الزكاة الزكاة دول الناس تصلي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مش نام فلانية فلاس يا أخو ربي أتاح ربي قلت سبب أي تجارة بيزدي أدجد تريكا صديين الورثة ذا الورثة اللي يقول لك رجع ما تسمي فغلاء قال سيطة الدردين يطفى تركتور هذه تنصي تركتور طول حياتنا التركتور نتي دياج أكامل نتي دياج نعم ديني نبدينا ربي ولله ميراث السماوات والأرض صافي رفيقي بقى ولدين باش كان نفهم بلي يمكن أسماء الصفات تسمى شيء صار شو الخاتمة الخاتمة أتنزل بعض الأذكار في صلاة الإسلام ورجال يحذر يغزل اسم الله يسحب الله يعني ما يمكن أذكار أين أذكار الصباح لا تزور اسم لكن أذكار الديت الوالي ذكر خير البحر مشيت ربيش ديرنا روحك اش هادير ذكر الحمد لله الذي رب علي روحي وعافاني في جسدي واثنيني بذكري احمد الله ربي يدير روحي هو الرئيس يدير كان العافيه خاطر يصبر واحد الوغال تصبر في المشي الروح هو لا اذكر سيوت كان لومبيونس الجيل ايوا من بين سيوت الماي اش حكى شو صبح كان بنت البين اذا اي رد من اولادي خاطر ما تنسيكاب دائما اذكر تسحب في الظهر نعمه كسر الطوموبيل سيكاب انا غتركها اش تخمم الى قصر جوك صح؟ إما مشي في السف أتسكر الجيران
إما أكتب بعد أكتب بعد أكتب بعد سكر لا يا إيش أتذكر بلما تدع بلما بلما الدوام أو كبيرة يا كبيرة بزاف أيضا من السنة زيارة المرضى إلى مثلا يا حصولتي ما توفي سيدي الحسن كرهت في ظني الحمد لله الذي اكتبني إن عبدي الحمد لله عافاني من بركتي وفضلني على كثير من الخلقات الكبيرة الحمد لله كل شخص زي والله عندي في الطوموبيل ديالو الدكتور طلع ماشي داك سيدي طلع وصل لا طلع لو كبر واحد الساعة ونص مشى للسكين سقسر يعني السكين خطرت في كاس من الرعاد الولاد الرعاد ما زادت شوية في المسلم دي قيبي سيد قدر وزاد سبحان الله فلا احمد ربي نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية ماذا من ولي المعلم المبتلى ان قال صلى الله عليه وسلم يصحف غاب الذكر صفى الدليل شرف ربي ليل افرد سبحانك اتقل به بسم الله الرحمن الرحيم لا تدعي منها اللهم اني اعوذ بك من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل عليه امنت بالله استعنت به يعني ادعي سلك الطوموبيل والزيدان والطياره سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم اني نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم اخف عنا سفرنا هذا واتبع عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر وخليفه في الارض نسل ظل أذكارك الله يبارك ولا شيء بيثم ولا شيء بيثم فورطاب خمسة مصوري كما ينسى على سبيلات ما ولا شيء بيثم ثاني تسمعه شوك ضرب يا طيب تبغي الله لا ضرب ضرب يستقبل نورمال حمد ربي في شهر ربي أقرية الحوض إن شاء الله نروح بخير بالغرب خير إن شاء الله هذه بعض ربي فينا المصيبات إن شاء الله أول قيمة أو قانا أول قيمة كفرين أو غير كفرين أنت عمرو أحضر كان مقلاص دولي نعم مقلاص دولي لقد هذا سوى النونس نونس أسيرون في الحقيقة الجملة الأول تقدر في الكشبة نونس أسيرون نونس أسيرون سوى النونس يلا صفق إما تذكر هو يقدم حاجة اللهم صيب الطيب اللهم صيب النافع ان شاء الله ثمن ينفع ماشي ثمن يضر خطر دخل ولا دوز يحنا لنا يضر الصار لما يشوف شو هو القرى اللهم اجعل لها رياح ولا تجعل لها ريحه مثلا في الدعاء بافو ان بعد صغر ثمتي صغر الخير وعلى خير اي بنا تائبون عابدون ربنا حميدون حمد ربي من صغر الخير وعلى خير ان بعد توعظيم الدار يخدم لها الدار وسقرا يهون خاطر شد يهون حتى يخدم اكرم مسكن اي يخدم كشحال يسكسر شحال يا سنوات سنوات بالك واحد 30 سنه اللي راه سيدي ولي راه خدم كرموس الى هو كي فوق فيات اونتي فيات كرموس يسلم إلى الروضة إلى يونس ثلاث سنوات ناس يقول سلطة دولة تركتو أتصرف سلطة الضبطان تركتو كومبليت وليت سنة أخذت هذا شو يجي لك نقول هيد المدي نسلح مضاربي إلي يخدم الضبطان ولي يخدم للخمسة ولا الجنوب ولا كرموس هذا يحمل ربي كان ما بغى يزيد السكنين غادي يرشو في القران في ربي هذيك الشيء ما دخل غادي يرشو في السن ولي السين على التكاسير تقول لها نصح كلش دايما ما ذكرني ما رفي وعود الضالي من غير الطوموبيل تجليط ادني الله يبارك بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك فيه ولا تضره يمكن يجي والي ما غفر مشطوح باش يدفع لك انت تاش يستخدم الشيشه مشطوحه لله الملح في مخي
مصطلح ديكسيونيري يا ربي هادشي يا ربي زرقة بنت الكونشي ها تفهم شي قرايا في بوخين بون لا ديسيون لي كاتور هادي وين هادي فهم اش كتسير هادي كان سيتو نعم ولاش سكسيت ما كنتش فاهم سكسيت مغادر تي بوخين كاع يعني صافي فورا باش كان صافي ساعه نية داري يقول القرآن عن حدا الشعب والقبر ولا فيه ولا بسال الشعب ولكن الصاج ديال الدنيا لان الصغير ماشي اللي كيشري ديال المصيبة ديال الصاج ديال الشيء دوبل في ضغط واحد يستيريا في الشعب هاد الشعب ما قرب ديال المسلم فقط ثانيا الاسم دوما نعم يا الله ورينا الكتافي شوية شوية ترجع بترجع درجة درجة يبث يبث هذا صافي في جبل الأذكار أنبع يا صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان سيستان خفيف في اللسان ثقيلتان في الميزان أبي سعى الله جعل الله صحيح حبيبتان إلى الرحمن يعني في الضرب أشفت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أبو موسى الأشعري حديث صحيح استسال بعد الصلاة والسلام نسيت عند الصلاة والسلام يسير يسأل أدلك على كنز من كنوز الجنة إن اسمك جملة ما يحتوي ما يتسكنا مكملها اليوم الكنز في كنوز من الجنة إن اسمك لا يا رسول الله فكيف زيغ الكنز إن اسمك لا حول لا ولا قوة إلا بالله هذه أغلب في كابل أغلب قاتل شلون في اللي يعني ذا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله وحده ولا حول ولا قوه الا بالله كل حاجه يسعى النصارى كل حاجه يسعى النصارى في ذلك الذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه ومداد كلماته يا نذكر ربي الذكر ايسر العبادات ذكر ربي ما شاف صلوه صلوه بلا موظف بالضبط قيمه لكن تبدا تسافر في الكار عند تبدا في الفلاح التجاره اذكر ربي اذكر ربي اسير من الذاكرين لله ذكرا كثيرا ان بعد الخاتمه ربنا في سوره الذاريات الايه 55 وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين رجع الله باسم الذاكرين انت احترام في الطوس يا اخي ذكرت ولا انطوس يحضر النص إذا هو الخلالة خطر يسبر النص وتنسي الكلالة أولا يا جدني باسمك ربي وضعت جدني وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين أربي ثمان كاس أسافري وسدع أتصد ما في وجه روحي إذا غسل حسن خطر يسبر في ظنك يغصن جاوزوي حقا ماشي يغص إلا يغصن ينقر الموت يغص لاش كنت تسأل على يغصن يغصن يتسأل على وإن أرسلتها ما فرغي بروحي فاحفظها أربي حفظي تحرزيت بما تحفظ به عبادك الصالحين نحن ضرب إن شاء الله يعني ضرب مرة أما بين الحمراء أما أثبتنا في سبتنا أكد أهم جمع ثلاثة أثبتنا في سبتنا